صباح الخير على كل المتابعين، أتمنى لكم يوم سعيد. والحديث موصول عن وادي الملوك. وصلت باسا إلى وادي الملوك بتمويل من ملك بروسيا فريدريك إدوارد الرابع، وهذه الباسا كان يرأسها الباحث اللامع ليبيسيوس. في عام 1844 في فترة الشتاء قامت هذه الباسا بعمل مسح شامل لوادي الملوك، قامت بتنظيف المقابر، قامت بعمل أو بنسخ لبعض نماذج النقوش الموجودة هناك، وهذه النقوش هي التي قام ليبيسيوس بنشرها لاحقا في مجلداته. وقد وجد يعني صعوبة بالغة في بعض الأحيان الاستحالة في فهم النصوص الدينية، ليس هو فقط، هو وباحث لامع آخر في هذه الفترة هو أودولف إيرمان. ثم ظهر على سطح علم المصريات باحث لامع آخر هو جاستون ماسبيرو، الذي ألقى أضواء جديدة وكثيرة وأفهام جديدة على تراجم شامبليون، بل قدم تراجم أكثر دقة. وجاستون ماسبيرو يعني تولى أو تقلد منصب مدير مصلحة الآثار المصرية سنة 1881، وارتبط اسمه بحدثين هامين. أما الحدث الأول فهو اكتشافه لنصوص دينية قديمة تعود إلى فترة الدولة القديمة تعرف بنصوص الأهرام، وذلك عندما فتح أهرام ملوك الأسرة الخامسة والسادسة في سقارة. أما الهدف الثاني فهو نجاحه في اكتشاف مصدر بعض آثار المقابر التي ظهرت في سوق العاديات في طيبة في الأقصر في ذلك الوقت. يعني وهذا الحدث مرتبط به قصص وروايات و أحداث كثيرة خاصة ببعض العائلات، يعني ليس هذا موضوعنا الآن. ما حدث أن السكان القرويون قد اكتشفوا خبيئة أسفل الدير البحري، هذه الخبيئة كانت مقبرة لكبير الكهنة بارنيجم الثاني تعود إلى 980 قبل الميلاد، وهذه المقبرة قد تحولت إلى خبيئة. فقام ماسبيرو على عجل بعد تداول هذه الأخبار بتشكيل لجنة بمصلحة الآثار المصرية قامت ببحث الأمر، فخلصت إلى اكتشاف الكثير من التوابيت التي تحوي مومياوات لملوك وملكات ينتمون إلى الدولة الحديثة، وكذلك بعض كبار الكهنة والأمراء. من ضمن المومياوات الملكية التي اكتشفت في هذه الخبيئة أو التي وجدت في هذه الخبيئة، المومياوات الملكية الخاصة بأحمس وتحتمس الثالث وسيتيا الأول ورمسيس الثاني ورمسيس الثالث. فكان حدث جلل ارتبط باسم ماسبيرو وآخرون، ويعني يكمن قيمة هذا الحدث أيضا، فأنه للمرة الأولى أن يعني يتم اكتشاف أو تقديم أو يخرج إلى الضوء مومياوات ملكية من خبيئة أو من مقابر، حيث أن قبل هذا التاريخ يعني لم نجد مثل هذه المومياوات لا في أهرام ولا في مقابر حجرية. والحديث موصول، شكرا لكم.